البحث العلمي، سيد الأستاذ الدكتور محمد الطوخي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، سيد الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، سيد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع، ضيفتنا الغالية العزيزة عدامة الشمس الفتاة العراقية نادية المغرب. السادة الحضور، برحب بحضراتكم جميعا عمداء وكلاء كليات ورؤساء أقسام وعاملين بالجامعة، طلبة جامعة عين شمس الأعزاء جدا على قلوبنا اللي بيحضروا معانا هذا اللقاء اللي بنستقبل فيه رمز من رموز الكفاح والتصدي في العالم العربي، المواطنة العراقية نادية مراد، اللي هتشرح لنا بعد شوية حجم المأساة اللي عاشتها هي وأسرتها في العراق، وحجم المآسي